كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة. تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع نظيرتها من القوات الجوية الأردنية بأعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وذلك انطلاقا من الجهود